وهي فرصة حقيقة أن الإنسان يتذكر كل من علمه وكل من درسه أن يقدم هدية جميلة وأعظمها من هدية في هذا المشروع العظيم، وهو مشروع الصدقة الجارية التابع لجمعية البر بالمدينة المنورة. تذكر فضل معلمك عليك وساهم بأي مساهمة شئت، لو ب50 ريال تهدي هذا السهم في مشروع هذه الصدقة الجارية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقديرا لجهده وشكرا لحقه، فيبقى أجرها لك وله بإذن الله تعالى. ونبشركم أننا وصلنا إلى 58%، ما شاء الله تبارك الله، في هذا المشروع، مشروع الصدقة الجارية، وصلنا إلى 58% وأكثر. فبمساهماتكم وبفضل الله ثم بفضل عطائكم سنغلق بإذن الله هذا الوقف كما أغلقنا سابقه التابع لهذه الجمعية المباركة، جمعية البر بالمدينة المنورة.